أجواء المنافسة والتحدي من على أرض مدينة العالمين من ضمن فعاليات المهرجان. شفنا بطولات كثيرة مختلفة، النهاردة بنشوف بطولة كرة القدم بيشارك فيها عدد كبير جدا من مدارس مختلفة. تعالوا نشوف الأجواء هنا عاملة إزاي. طبعا التعاقد بتاعي مع الشركة المتحدة كشركة سكور جراس ان احنا بننشئ ملاعب رياضية هنا وبندير الاحداث الرياضية فيها طول مهرجان العالمين. النهاردة بنعمل حدث مميز ومختلف، هي مدارس الانترناشونال في مصر. المدارس دي بنعمل بينهم بطولة وجايبين ديسكاونت كبير جدا للجامعات بتاعتهم، يعني مش مجرد بطولة وفاني وترفيه ويشوفوا المدينة العالمية الجميلة دي فقط، لا ده احنا كمان جايبين لهم ديسكاونت كبير من جامعات كبيره زي سليسكا، جايبين للمركز الاول 45% من المصاريف، جايبين 35% للمركز الثاني، جايبين 30% للمركز الثالث، كمان احسن هداف احسن لعيب جايبين له ديسكاونت. ودي رساله بتقدمها مهرجان العالمين، مش مجرد رياضه وترفيه فقط، ده هي كمان ليها رسائل واهداف اخرى زي اهداف الصناعه والاستثمار الرياضي اللي احنا شايفينه على ارض العالمين. هي الصراحه هي حاجه حلوه جدا ان تكون في يعني نيو عالمين فيستيفال يكون كده مع كل المدارس مشاركه فيها، فدي حاجه كويسه جدا ان هي تهتم بالرياضه وكده، ف يعني بجد شكرا ليها. يعني الاجواء طبعا كويسه والناس كتير نعرفها والمكان حلو والفايبس بتاعت المكان البحر وبتاع ناحيه في الساحل والعالمين وبتاع، والعالمين كويسه كمان الشكل حلو، اجواء حلوه بصراحه، والملاعب هنا كويسه جدا ومريحه وبصراحه اجواء عالميه. يعني فكره جديده وحلوه ان احنا المدرسه ونسافر مع بعض ونلعب كوره وبالذات على البحر كمان.